خير الله يبارك فيك. عبد العزيز ما يحتاج مطلب وامر. لا 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 بس ما ودنا نكرر عليهم كثير يعني يملون منا شوي، فما ادري وش يبون عن الام. الام عندي له الله يرحمه، هي اللي يمكن من زمان ما قلنا شوي، لما كانت مريضه دخلت المستشفى فتره، كانت جدتي الله يرحمها تتابع معها الله يرحمهم جميعا. اللهم امين. تعرف البيت لما يخلو من الام يكون موحش، يعني انت متعود ان الناس يزورونك ويجونك مو علشانك، الله عشان هالام، فلما تفقدها خاصه تكون تعبانه بالمستشفى انا اشهد برضو هذا. فقلت شر قصر دونس وشر تعدات. يا سلام. الحمد لله يوم صارت عوافي. يا سلام. بس ربي خالق الخلق ودراسه، كفى برب خالق الخلق شافي إلهنا والطبيب اللي عافاته والولي اللي تلطف ورافي، وافرح قلوب أحباب عينت وافرح قلوب أحباب عينت وعافاته شعل فرح نور من العام طافي يا الوالدة. يا سلام. يا غالية لا عدم ناس من دون سد الدنيا، وما بهت عافي تضيق علينا دارنا، لا فقد ناس في غيبتك ما يلفي الدار، لا في حيث أنت مجمع شملنا من عرف ناس أصل الحنان ومنبع الود صافي. يا عمرنا راح العمر وش عطيناك، وش باقي بالعمر حتى نكافي نغليت، لكن ما نسوي سوايات ونجود، لكن ما يجي الجود وافي الله لو بعمارنا سالنا فدات ولا يجيبت. يا الحبيبة خلافي لكن مقدر في شيء وما جات مكتوب، والمكتوب لازم يشافي ثم عزات كل الأجواد شروات دعول الله طالبينه عافية. مسألونا عنس وشلون شفناس وقالوا عساها ما يجيها خلافي، واللي شقت من شك وتتسنى هيات أم لنا قلبه حنون وصافي، تجد باله معس وفكرها ما تعدات حتى ولو جفنا من النوم قافي، تنشد عن علومت وتخفي دموعها ودمعها عنس خافي. يلا عسى أجره عظيم من بحسناك آمين. آمين. اللي عالم بل خوافي وانتي لعل الله يحفظك ويا قاس وديمها ربي عليك العوافي، وانتي ترى أحد من الناس يسواس عندي محلت فوق كل من كان طافي، جعلي أنا وسارة وسلوى فدايات دامي أشوفت ما علي من خلافي، يا الوالدة جودي علي بس برضات ولا حصل من سرضة. يا سلام. قلت كاف لا حصل من سرضة. قلت كاف الله يسعدك فسيح جنات الله يرحمه يسكنها الجنة هو أحسن الله عزاك الله يغفر لها الله يجعلها من